إذن أعود للموضوع. فكرة الإمام المهدي مو إحنا منفردين بها، بالعكس رواتها من المذاهب الإسلامية أكثر من عندنا، من العلماء، من الصحابة كما مر علينا، وقد بدأت سنة 255 من الهجرة، وهي إلى الآن ونحن بعين صاحب العصر وبرعايته، نسأل الله لا يحرمنا من نظره ورعايته إلينا، لأن هذا خلف آل محمد، ومن ختم الله عز وجل به، من يختم الله عز وجل به، ومن من يكون الامتداد الطبيعي لآل محمد. زين، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يذهب كثير من مفسر المسلمين في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يا الليلة المباركة، كثير من المفسرين يرددون بينها وبين ليلة القدر، نبالي بينها، يعني ما تمر بتفسير إلا وتلقى الترديد موجود، أن ليلة النصف من شعبان أو ليلة القدر. في رأي جملة المفسرين أنها ظرف لنزول القرآن، نزل بها القرآن، أي وحدة ويكفيها شرف، والثانية فيها يفرق كل أمر حكيم. شنو معنى يفرق؟ يعني يفصل ويحكم، يعني هذا إش كثر يعيش هالسنة، راح تمر عليها السنة وهو حي يولا قاعد يمنى، ها، وما ندري بيه بعد يوما، وإذا بيه من الأموات بعد لحظات. إيه، نسأل الله رحمته، والله مثل ما نقول إحنا الدعاء، اللهم ابقني ما كانت الحياة خيرا لي، واخذني ما كان الممات خيرا لي. الواقع ما نقدر إحنا نقترح على الله عز وجل، وإلا تفضل الآن هذا المجلس اللي تشوفه أمامك، ووجوه أكو غابت كانت كل سنة أشوفها هنا، غابت تحت التراب، راحت بهالمسيرة، غابت كثير من وجوه أحبانا وأعزانا، لفها الثرى، لفها التراب، تحت. فهي الدنيا على أي حال، فالإنسان قد يكون جالس أمامك وأنت ما تدري هذا كتب له أن يعيش أو لا.